بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساليب مواجهة الدعوة الإسلامية منذ نشأتها وحتى الآن تكاد تكون هي نفس الأساليب، ربما يختلف الأشخاص، ربما تختلف اللهجات، تختلف الأزياء، يختلف المكان، يختلف الزمان، لكن هي نفس الأساليب. من هذه الأساليب التي بدأها المشركون منذ ظهور الدعوة الإسلامية إن هم يسخروا من المسلمين ومن رؤوس الإسلام، وكان واضح ذلك جيدا في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طيب، هل أنتم متأكدون أنه ذكر؟ لا، ما الله قالوا ذكر، قالوا ذكر من باب السخرية، عشان كده قالوا بعدها إنك لمجنون. كمان كانوا يصفوه بالسحر والكذب، وقالوا ساحر كذاب. وإذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من قدامهم بدأوا ينظرون له نظرات ملؤها الحسد والحقد والكراهية، اللي هي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم، يعني ينظرون إليك نظرة تكاد أبصارهم تنفذ في جسدك الشريف. لم يكتفوا بتشويه الصور أو بشتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، بل حتى من أصحابه، يعني لما كانوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كأن ربنا بيعلم الأمة الإسلامية على مدار التاريخ إزاي ترد على مثل هذه الاتهامات. يعني لما يقولك يعني ما فيش إلا أنت بس، والله ربنا هو الأعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ربنا هو الأعلم، من اللي يستحق إن هو يروح يحج ومن اللي ما يستحقش، من اللي يستحق إن هو يقوم لصلاة الفجر ومن اللي ما يستحقش، من اللي يستحق إن هو يركع ويسجد بين يديه ومن اللي ما يستحقش. وصل بالمجرمين إن هم يسخروا من أهل الإيمان وأهل الصلاح في كل حركة وفي كل سكنة. يصف الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المطففين أفعالهم هذه، فيقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول إيه: وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني نحن لم نرسل هؤلاء المجرمين ليعدوا ويحفظوا على المسلمين حركاتهم وسكناتهم، لم نرسل هؤلاء المجرمين ليلقوا بآرائهم ومستنقعاتهم الفكرية على صفحات الجرائد أو على شاشات التلفزيون أو على النت والشات، إن هم يقولوا آرائهم في النقاب أو في اللحية أو في الملتزمين أو في القرآن أو في السنة، وما أرسلوا عليهم حافظين. ده كان أسلوب من أساليب مواجهة الدعوة الإسلامية، اللي هو أسلوب التحقير والسخرية والاستهداء الاستهزاء والشتم والسب. يعني أنا هذكر حتة بسرعة يعني أكمل بها الفيديو كده: لما نزلت صورة بنتي سفانة بالنقاب، واحد قاعدة تقول، الناس بعدين يقولوا: ربنا يبارك، ربنا يحفظها، ربنا يرزقك بالرياء، اللي بقول بقى، تقوم واحدة تقول لهم: في ايه يا بهايم، انتوا بتقولوا ليه الكلام دوت، ده بنت لسه صغيرة، انتم تقتلون البراءة. تقتلون البراءة ايه؟ انت لو كنت وقعت في ايد سفانة ما كنتش هتقولي تقتلون البراءة دي خالص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.